السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على القناة أم ريمال. اليوم فيديو جديد ولكن غادي يكون مختلف وبعيد عن المطبخ والوصفات. فقط بغيت نشارك معكم هاد الصور، هذا كتذكير الوصفات اللي كان ديجا انا درتهم على القناة ديالي. ما عليكم الا تزوروا القناة وتشوفوا الوصفات اللي كيجيو لذادين بزاف صراحة. هاد التورته هادي بكريم باتيسير وموس شوكولا واللوز كتجي هائله جدا، وحتى هاد التورته هذه ديال عيد الميلاد ولا اي مناسبه للوليدات كتجي عاوتاني لذيذه بزاف وكريمه جد رائعه. زوروا القناه او زوروا لي فيديو، خليوا لي التعليق طبعا واللايكات، وغادي نقدم لكم كذلك تحليه رائعة جدا صيفية لذيذة بزاف. وبغيت غير نذكركم بأن هاد الوصفات كاملين راهم كاينين على القناة ديالي وفيديو والمقادير والطريقة. والآن غاش غنديرو؟ غادي نمشيو لحديقة الحيوانات، غادي نديو شوية الوليدات ونمشيو ندير واحد الفلوق، وبغيت نشارك معاكم ونفوجو جميع. يلا خليكم معايا. أو راه وصلنا، غادي نقلب غير على الباركينغ، غادي نباركيو السيارة وغادي ندخلو جميعا ونكتشف جميع هاد حديقة الحيوانات. وحنا في مدينة دويسبورغ في ألمانيا. صراحة هاد البلاصة هادي زوينة بزاف، مفوجة اللي عندو الوليدات يعني غيعجبهم الحال، وفيها بزاف ما يتشاف. المهم خليكم معايا نشوفو. اما بالنسبه للتذاكر ممكن انا يعني حتى كتوصلوا لاكيس، ماشي ضروري اونلاين كما كتشوفوا على حسب الوباء كان كل شيء اونلاين، ولكن دابا مبقاش هنايا، ممكن حتى توصلوا كتخلصوا في لاكيس وكتاخذوا تذكره الدخول. يا لويا
قولي نص.
150.000 Delfine, nur weil sich Frauen so eine Schwung schmacht. Bedenkt doch bitte, wenn eine Delfin auf der Flucht ist, schwingt er nicht. Eine Delfin auf der Flucht versucht, der Gefahr abzutauchen.